مشاهدي وخا ناس الفضاء انا مقربكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء عاجل ومباشره. حريق سياره وسط الشارع العمومي في هذه اللحظات. كتشوفوا معنا رجال الوقايه المدنيه كيحاولوا يتغلبوا على الحريق اللي شعل في هذه السياره هذه. شوفوا معنا مشاهدينا اشنو واقع على المباشر. يعني حريق مهول داخل سياره. كانوا على متن اشخاص الحمد لله يعني ما وقعت لهم حتى شي حاجه. هذا بالقرب من نفق الموحدين. شوفوا معنا مشاهدينا اشنو واقع اليوم الثالث من رمضان. المشاهدين على المباشر رجال الوقايه المدنيه مجهودات كبيره كيحاولوا يتغلبوا على الحريق في هذه اللحظات. شوفوا معنا اشنو واقع على المباشر من مدينه الدار البيضاء بالقرب من نفق الموحدين. حريق مهول داخل السياره. حرقات كامله ورجال الوقايه المدنيه الحمد لله صادوا على انهم يتغلبوا على الحريق اللي كان هنايا في هذه السياره. نشوفوا معنا مشاهدينا شنو واقع على المباشر من مدينه الدار البيضاء. حريق مهول داخل سياره. المشاهدين على المباشر شوفوا معنا اشنو واقع بهذه السياره ديال التحرقات في الشارع العمومي بالقرب من نفق الموحدين. شوفوا معنا اشنو واقع. مجهودات جباره مشاهدينا في اليوم الثالث من الشهر المبارك رمضان لرجال الوقايه المدنيه اللي استطاعوا على انهم يتغلبوا على الحريق. كان المشاهدين قناه سوق تيفي شوفوا معنا اشنو واقع على المباشر من مدينة الدار البيضاء. حريق مهول داخل سيارة الدار البيضاء. سيارة داسيا لوغان هي اللي تحرقات. مجهودات جبارة كيقوموا بها مشاهدينا الرجال الوقاية المدنية بالقرب من نفق الموحدين. شوفوا اشنو واقع. جبارة لرجال الوقاية المدنية اللي قدروا على انهم يتغلبوا على الحريق من قلب مدينة الدار البيضاء. في حد واش يصير كوي ولا لا؟ في نظرك شنو يكون زعما شي سيركوي مع الشتات كتصب؟
كيعرف بالسلام. الحمد لله الناس اللي كانوا في هذه السياره هذه استطاعوا لانهم ينجيو بالحياه ديالهم الحمد لله ما تاذوش، يعني الضرر جا غير في الحديد، الحديد كيتعوض الروح اللي ما كتعوضش. للمشاهدين شوفوا معنا اشنو واقع على المباشر من قلب مدينه الدار البيضاء. السلام يا ربي، حريق مهول داخل هاد السياره هذه داسيا لوغان، يعني شوفوا كيفاش علات فيها العافيه وتفحمات كامله ما بقات فيها حتى شي حاجه. مشاهدينا اللمسات الاخيره من طرف رجال الوقايه المدنيه باش ما تعاود تشد العافيه في هذه السياره هذه. شوفوا معنا اشنو اللي واقع. يعني واحد المعلومه او لا واحد الرساله بغيت نوجهها للساكنه ديال مدينه الدار البيضاء، فاش كتسمعوا لومبيلونس خليوا لومبيلونس تدوز، خليو لومبيلونس دوز، خليو الكاميون ديال الوقايه المدنيه خليوه يدوز، يعني رجال الاطفاء باش يوصلوا للمكان الحادث خاصهم واحد نص ساعه او لا ساعه المكان، يعني خليوهم يدوزوا باش تشوفوا رجال الوقايه المدنيه خليوهم يدوزوا. يعني الناس كيسمعوا لاسيران ديال البومبيه وديال لومبيلونس وحابسين الطريق ما قادرينش على انهم يدوزوا ويخليو الطريق، يخليو الطريق باش الناس يوصلوا ويتغلبوا على الحريق. شوفوا السياره كيفاش ولات، ما بقى فيها والو. شوفوا معنا مشاهدينا السياره كيفاش ولات، السياره تفحمات كامله ما بقى فيها حتى شي حاجه. شوفوا الداخل ديال السياره كيفاش ولات. مباشر مشاهدين قناة سوف تي في من مدينة الدار البيضاء او بالضبط بالقرب من نفق الموحدين. شوفوا معنا اشنو واقع في هذه اللحظات، يعني حريق مهول داخل هذه السيارة هذه داسيا لوغان اللي شعلات فيها العافية وشدات فيها العافية كاملة ما بقى فيها والو. الحمد لله الناس اللي كانوا داخل هذه السيارة هذه جاو ما وقع عليهم والو الحمد لله على سلامتهم. هنا قادر قلنا ربي يعوض مولاها، امين يا ربي امين، الله يعوضه خير. ما تعرفش شنو هزات عليه هاد العافيه اللي شعلات في الطوموبيل، ربما تكون كالات عليه شي حاجه اللي العلم لله، يعني ما نقدروش نعرفوا شي حاجه شنو. المهم كالات عليه شي حاجه فيها خير كيف ما كنقولوا، جاتو غير في الطوموبيل ماشي مشكل، الحديد راه كيتعوض، الروح اللي ما كتعوضش تكون جات فيه هو في الصحه ديالو او لا في العائله ديالو اللي كانوا معاه في السياره. هذاك الشيء اللي خساره وما كيتعوضش، يعني اما الطوموبيل الحديد كيتعوض، جات في الحديد فيها خير الحمد لله على سلامتهم، والحديد راه كيتعوض الله يعطيه رزق، الله يعوضه يا ربي.